صابر يا عم صابر بلو يا ولد ما شاء الله على اخوك ها ما غير يهبد في ذا العوارض من الصبح الله يسامح الوالد لو كان دخله نادي وهو صغير اوف كان الحين وين كان الحين هو صديق كريستيانو تستهبل فلوس اي والله لا وشوف حزتها اثبتك مديره المالي وانا المدير النفسي الله تبي الصدق ترى المدير النفسي اهم من المالي هو اكيد ما هو بهم منك بس ترى النفسيه مهمه لا لا النفسيه اللي ضربت على اللاعب قولونه يضرب ما يعرف يلعب بس اقول لك الصدق انا اشوف انه هو ياخذ 20% وحنا ناخذ 80% عدل صراحه عدل صراحه عدل وانا اشوف لو ناخذ 20% الزياده اشوف احسن انا كذا كذا ياكل ويشرب معنا يعني بيصرفها فيه والله صادق والله انا اشوف الاستثمار له ازين للمستقبل احسن يضيعها ولا السلام ورحمه الله يا اخي دا ما شاء الله عليه مسوي ذا الاستراحه مجمع ذا اللعيبه بلاي ستيشن وكوره وكل شيء لا لا هو شغوف مره اي مره شغوف ومجمع ذا الكؤوس وذا الميداليات على فكره انا ترى من يوم قال لنا موضوع 2000 ريال كل لاعب وانا قاعد افكر في الموضوع تبغى ندف لوليد لا انا ماني افكر في الألفين بس افكر في 6000 والله شوف هي اللياقه ما تخدم بس 2000 لكل واحد والله ما هي بطاله مالك لو ايش 2000 ونص وانا 2000 ونص هو ياخذ 1000 عدل لا صح عدل ومن وين بنجيب الفلوس حقت القطع الشخص ناخذها من الألف حقته يبقى له خلني اقول يبقى له 700 600 حلو تكفي يبي كذا كذا ياكل معنا ويشرب معنا يصرفها في ايش يعني فسخ الله اكبر بس كيف تقنع البليه ده؟ يعني مثلك عارف يا خالد من اخوك دبره